السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مرتاحين ان شاء الله؟ رجعت وياكم بفيديو جديد مع لويس. حلقتنا لهذا اليوم راح نتعلم سوى طريقة اضافة العاب جهاز سوني بي اس بي من خلال الموبايل او من خلال اللابتوب او الديسكتوب بخطوات بسيطة جدا. كل ما عليك ان تطبق الخطوات الموجودة بهذا الفيديو وان شاء الله ما راح تواجه اي مشاكل. اذا انت مهتم وحاب تحمل العاب على جهاز سوني بي اس بي الخاص بك، كل ما عليك ان تطبق الخطوات اللي راح اسويها انا بهذا الفيديو وان شاء الله ما راح تواجه اي مشاكل. راح اخليك هسه ويا الحلقة، مشاهدة ممتعة. قبل لا ابدي بحلقتنا لهذا اليوم، لا تنسون دعمنا في القناة، حط لايك كومنت، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد مع لويس. طبعا شباب، بهاي حلقتنا راح نتعلم سوى شلون نضيف العاب على جهاز البي اس بي، يعني من خلال الموبايل او من خلال الكمبيوتر او اللابتوب. فبهذه الحلقة ان شاء الله راح نتعلم سوى شلون نضيف العاب اذا عندك جهاز بي اس بي مهكر من خلال بطاقة الاس دي اللي هي الرام الموجودة وياه. المهم، فهسه اول خطوه راح نسويها، هنا أنا راح نطلع الرام الخاص بالجهاز البي اس بي ونربطه على فلاش ونربطه بصوره مباشره على الحاسبه. هنا مثل ما جاي تشوفون هذا جهاز البي اس بي، هذا الرام الموجود وياه. انا عندي 8 جيجا، اكو 16 جيجا، المهم حسب المتوفر ويمك. يعني مثل ما جاي تشوفون حجمه 8 جيجا. هسه راح نجيب ميموري، اللي ما يعرف شنو الميموري، مثل ما جاي تشوفون هذا هو الميموري، يعني متكون من اكو بعض الناس يسمونه فلاش. المهم مثل ما جاي تشوفون حتى يكون واضح، هذا هو. هنا راح يتخلى الرام بهذه الصوره مثل ما جاي تشوفون، راح يتخلى بصوره مباشره اذا عندك لابتوب. طبعا انا اجيب التحويله، من خلال هذا التحويله راح يربط الميمور بهذا الشكل بصوره مباشره مثل ما جاي تشوفون. حاليا قرى هنا عندنا اشتغل هذه الملفات مثل ما جاي تشوفون. شباب عندنا هذا الملف، هذا الملف انا مخلي بيه العاب خاصه بالبي اس بي، حملنا لعبه من اي موقع. المهم كمثال طلع عنا مثلا هذه اللعبه اللي هي مال بنتين، تمام. شو تسوي انت؟ اكو بعض الالعاب يجن يعني بدون فك الضغط، اللي هن بدون فك الضغط مثل هذه اللعبه راح تجيك بهاي الصيغه، مثلا صيغه سي اس او مثل ما جاي تشوفون، هذه بدون فك الضغط، يعني من تنقلها بصوره مباشره راح تشتغل وما تواجه اي مشاكل قبل تفتح. واذا انت محمل من موقع يعني بالالعاب مضغوطه لازم تفك الضغط مثل ما جاي تشوفون، مثل ذن الالعاب هسه ذن كلهن يحتاجهن فك ضغط. كمثال عندك هذه اللعبه مال بنتين، شلون تفك الضغط عنها؟ شو تسوي اذا من الحاسبه تجي تضغط كليك يمين وتطيع على ثالث خيار اللي هو راح يفك الضغط، يعني يفك الضغط بنفس المكان، واذا تدوس على هذا راح يفك الضغط بملف ثاني. فهسه احنا ندوسه على ثالث خيار. طبعا هنا أنا للاسف الملف اللي محمله اني، يعني الالعاب اللي محملهن بيهن خلل. المهم انت بعد ما تدوس هذا الزر وتطيع على فك الضغط راح مباشرة يفك الضغط، راح يطلع لك صيغة الملف بهذه الصيغة. فانت شو تسوي بعد ما يطلع لك بهذه الصورة؟ شو تسوي؟ تضغط عليه كليك يمين، تطيع على كوبي او كات انت حسب. مثلا انا اريد يعني انقله نقل، هذا عندك هنا نسخ وعندك هذا نقل، فراح انقله بصورة مباشرة، اطيع على كات واروح على كمبيوتر واروح على الرام، وين اتوجه؟ اعوف كل الملفات اخليه بملف الاي اس او مثل ما جاي تشوفون. هذا ملف الاي اس او هو احنا كل شغلنا بيه، هذا ملف الاي اس او احنا شغلنا كله بيه. نضغط عليه مثل ما جاي تشوفون طلع لك بهذه الصوره. شو تسوي؟ كليك يمين وتطيع على بيست يعني لصق. هنا راح يتم مباشره نقل اللعبه من الكمبيوتر من الحاسبة، راح مباشرة تنقل اللعبة من الحاسبة الى الرام الخاص بجهاز البي اس بي. هسه ننتظر بين ما يخلص هذا التحميل. وهنا شباب مثل ما جاي تشوفون انضاف الملف، هو هذا اخر شيء اللي هي هاي الخاصة بالعاب السيجا.
مثل ما جاي تشوفون موجود هسه انضافت بملف الاي اس او. مثل ما جاي تشوفون هسه حاليا انضافت اللعبه بالرام اللي خاص بالجهاز البي اس بي. مثل ما جاي تشوفون تضغط على ملف الاي اس او راح يطلع لنا بهذا الشكل. مثل ما جاي تشوفون هذا هو ملف السيجا اللي حملناه هذه اللعبه. فهسه شو نسوي بعد ما خلصنا من كل هذه الخطوات؟ نروح على هذا الرام، كليك يمين تطيع على اكست حتى يعني ما يضرب الرام. مثل ما جاي تشوفون هسه من نشوفه هيك فصل، فتيجي تشلع الميموري وترجعه على جهاز البي اس بي. هنا مثل ما جاي تشوفون خلصنا. هسه نجيب جهاز البي اس بي، راح نرجع الرام المكان الطبيعي بهذه الصوره مثل ما جاي تشوفون. هسه نجي نشغل الجهاز ونشوف اللعبه ويانا انضافت او لا. مثل ما جاي تشوفون شباب هسه نروح على الالعاب. اول ما اشتغل عندنا الجهاز نروح على الالعاب، نروح على اخر شيء على الميموري، نطيع على اكس. ومثل ما جاي تشوفون اول شيء انضاف عندنا هي هاي اللعبه اللي قلنا نفس ما قلت لكم مجموعه من العاب سيجا، يعني مالتنا الطريقه نجحت وما واجهنا اي مشاكل. مثل ما جاي تشوفون ما واجهنا اي مشاكل، وهاي هي افضل طريقه لنقل العاب جهاز البي اس بي من خلال اللابتوب او الديسكتوب. ان شاء الله ما واجهنا اي مشاكل. هسه نطفي الجهاز بعد ما نحتاجه، راح اجي اطلع الرام وراح نتعلم سوا شلون نضيف الالعاب من خلال الموبايل فقط. يعني اذا انت ما عندك يعني ما متوفر عندك لابتوب او بي سي يعني ديسكتوب، فاذا ما متوفر عندك فراح نقدر من خلال الموبايل فقط. طبق وياي الخطوات اللي راح اسويها حاليا. ايضا كذلك نجيب هذا الفلاش. ايش راح نسوي؟ راح تربط بهذا الصوره. اهم شيء يكون متوفر عندك هذا الميموري او الفلاش، راح يربط بهذا الشكل مثل ما جاي تشوفون هيك راح يقعد عندك. شلون راح تربطه بالموبايل؟ راح تجيب قطعة الاو تي جي حسب نوع جهازك. اذا جهازك ياخذ التايب سي تجيب له او تي جي تايب سي، واذا جهازك مايكرو تجيب له المايكرو. هذه هي قطعة الاو تي جي، راح تربط بهذا الشكل، راح تربط بصورة مباشرة على الموبايل. فهسه راح نجي وياكم بالتطبيق. هنا بعد ما ربطنا قطعة الاو تي جي بصورة مباشرة بالموبايل، اذا موبايلك سامسونج فما راح تواجه اي مشاكل. روح على ملفاتي، اروح على مكان التخزين، فهسه اتوجه على المكان اللي مخلي بيه الالعاب. مثلا هسه انا مخليه بملف الجيمز، تنزل على ملف الجيمز. هسه حاليا دخلنا الى ملف الجيمز. اكو بعض المواقع تعطيك اللعبة بدون فك الضغط، واكو مواقع تعطيك وياها فك الضغط. فهسه هذا مثلا كمثال، لو حملت اللعبة ملف مضغوط، اذا جهازك سامسونج فقط اول ما تدخل عليه تطيع على فك الضغط، راح مباشرة يتم فك الضغط وما تواجه اي مشاكل. بس بما انه انا هذن الالعاب اللي نفس ما قلت لك اللي حملتهن اكو اشكال بين، يعني من ما حملت من الموقع يعني بهن مشاكل، فلنفرض بانه انت حملت اللعبة من موقع والموقع ما بيه مشاكل وفكيت الضغط نفس الطريقة اللي سويتها انا هسه، فش تسوي؟ راح تطلع عندك اللعبة بهذا الصيغة، بصيغة سي اس او نفس ما واضح امامكم، او بصيغة اي اس او. كمثال عندنا هسه لعبة مورتل كومبات مثل ما جاي تشوفون، هذه اللي حجمها 1 جيجا و 140 ميجا بايت. فش تسوي؟ راح اطيح على نسخ لان انا احتاجها. اتوجه مباشرة اطلع من هذا السهم، من هذا السهم مرة ثانية، اروح مباشرة اروح الى
مكان التخزين يو اس بي 1 اللي هو نفسه مال الرام. مثل ما جاي تشوفون اضغط عليه هنا أنا اروح اعوف كل الملفات، اروح فقط على ملف اي اس او، هذا ملف الاي اس او تمام. ادخل على ملف الاي اس او، وهنا بعد ما دخلنا على ملف الاي اس او راح اطيه على النسخ هنا، راح مباشرة يتم نسخ اللعبة، وراح نقدر من خلال هذا النسخ راح نقدر نلعب لعبة مورتال كومبات على جهاز البي اس بي، وان شاء الله ما راح نواجه اي مشاكل. ننتظر بل ما يخلص التحميل. وهنا خلصنا من نقل اللعبة، ومثل ما جاي تشوفون انضافت عندنا هذا بالنهاية. فهسه شو نسوي؟ ايضا نخرج من هذا السهم وهذا السهم ونتوجه لمكان التخزين. هذا مكان التخزين، نضغط على ذن ثلاث نقاط، هذا نفس ما قلت لك اذا جهازك سامسونج فما راح تواجه اي مشاكل. نطيع على ثلاث نقاط، تطيع على الغاء التركيب، مو تطيع التنسيق. اذا تطيع التنسيق راح يتفربت الرام، فتطيع على الغاء التركيب. الغاء التركيب نعم، راح يلغي التركيب مثل ما جاي شوف راح يكتب لك هنا غير مركب لم يتم تركيب مكان التخزين. اذا من يكتب لك غير مركب معناتها تقدر تشلع الفلاش هسه ما تواجه اي مشاكل. وهنا بعد ما شلعنا الفلاش من الموبايل راح ارجع مباشرة اطلع هذا الرام وارجع اركبه بصورة مباشرة على جهاز البي اس بي مثل ما جاي تشوفون بهذه الصورة. هس نرجع نشغل جهاز البي اس بي ونشوف لعبة مورتال كومبات انضافت او لا. هنا نشغل جهاز البي اس بي نفس ما قلت لكم، تروحون على جيمز، تنزل على الميموري، مثل ما جاي تشوفون انضافت لعبة مورتال كومبات. فبهذا الفيديو عرفنا شلون نضيف العاب على جهاز البي اس بي من خلال الرام الخاص بي عن طريق اللابتوب وايضا عن طريق الموبايل. هنا مثل ما جاي تشوفون هسه نجي نجرب اللعبة، نضغط اكس. طبعا شباب مثل ما جاي تشوفون اشتغلت اللعبة وما واجهنا اي مشاكل. هنا نختار اي شخصية، طبعا شباب مثل ما جاي تشوفون اشتغلت اللعبة وما واجهنا اي مشاكل. ولهنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسون دعمنا في القناة، اعطي لايك كومنت، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد مع لويس، وانتظرونا في حلقات قادمة. في امان الله.